أهلا بكم. على الرغم من أن القلب يعتبر من أهم وأخطر الأعضاء في أجسامنا، إلا أن الكثير من الناس يرهقونه يوميا بتناول الأطعمة غير الصحية كالدهون وغيرها، وذلك بدلا من الاعتناء به والاهتمام بصحته، وهذا أمر بالغ الخطورة. فالدهون تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وتؤدي إلى تصلب الشرايين، مما يعيق عمل القلب بشكل سليم. فإذا كنت ترغب في الاحتفاظ بأوعيتك الدموية نظيفة، وإن كنت مستعدا لتحسين حالتك الصحية عموما وتريد خفض فرص احتمال إصابتك بالنوبات القلبية في المستقبل، فتابع معنا هذا الفيديو. اليوم سوف نستعرض معكم بعض الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفي نهاية الفيديو سنتعرف معا أيضا على وصفة طبيعية لمشروب سحري المفعول لحماية الأوعية الدموية والحفاظ عليها بصحة جيدة. ابقوا معنا. الأسماك الزيتية. تشمل الأسماك الزيتية أنواعا متعددة مثل التونة والسلمون والماكريل والرينجا، وكل تلك الأنواع من شأنها التقليل من مخاطر الإصابة باضطرابات ضربات القلب وتصلب الشرايين ومقاومة أمراض القلب عموما، كما أنها تعتبر مصدرا غنيا بالكثير من الفيتامينات والأملاح، وتساعد العظام على امتصاص الكالسيوم. ولذلك فتناول أحد تلك الأنواع من الأسماك مرتين أو ثلاثة مرات أسبوعيا هو ضمان للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. الشوفان. يعود تاريخ تناول الإنسان للشوفان إلى 7000 عام قبل الميلاد، وقد عرفه الصينيون واستمتعوا بمميزاته وفوائده، وكذلك الإغريق والذين صنعوا حساء الشوفان. وعلى الرغم من شيوع استخدام دقيق الشوفان في البلاد الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية، فإن استخدامه في منطقتنا العربية لم يصل إلى تلك الشعبية بعد. ويتميز الشوفان باحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، والتي تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن من عملية الهضم، وهذا ما يجعله بديلا مثاليا للقمح والأرز. التوت والفراولة. التوت والفراولة من بين الفواكه اللذيذة والمحبوبة والمفيدة أيضا، فهي تعمل على خفض ضغط الدم وتوسيع الشرايين، وهي مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم وحمض الفوليك، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، حتى أنها تتفوق على فاكهة البرتقال في ذلك. والأروع هو أن كل من التوت والفراولة يحتويان على نسبة منخفضة جدا من السكر والسعرات الحرارية. الشوكولاتة الداكنة. تساعد الشوكولاتة الداكنة على تعديل ضغط الدم ومقاومة الالتهابات والجلطات، كما أنها تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. وزيادة على ذلك، فالشوكولاتة الداكنة تزيد من إفراز المخ لهرمون السيروتونين، وهو أحد هرمونات السعادة في الجسم، والذي يعمل على تخفيض الضغوط والإجهاد ويعزز الشعور بالارتياح. ومن فوائد الكاكاو، وهو أهم مكونات الشوكولاتة، أنه يعمل على الوقاية من أعراض ضعف الذاكرة. البندق. يحتوي البندق على نسبة عالية من الألياف البروتينية المفيدة للقلب، بالإضافة لفيتامين إي، والذي يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. زيت الزيتون البكر. من فوائد زيت الزيتون أنه يعمل على خفض ضغط الدم، وتناول ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون يومياً من شأنه أن يخفض معدلات الكوليسترول الضار والسكر في الدم. النبيذ الأحمر. يقال أن النبيذ الأحمر يساعد في تخلص الأوعية الدموية من ترسبات الدهون، وأنه يساعد الجسم على التخلص من السموم، كما يساعد في إنقاص الوزن، وكذلك فهو يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا عند الرجال. وقد توصل العلماء إلى أن هناك مجموعة من العناصر الموجودة في النبيذ الأحمر والتي قد تساعد في إطالة عمر الإنسان بنسبة 60%. الشاي الأخضر. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تتميز بفوائدها الطبية المتنوعة، ويعمل الشاي الأخضر على تحسين وظائف المخ وحرق الدهون وتحسين معدل الأيض وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، بالإضافة إلى قدرته العلاجية لبعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي. وتناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا قد يكون كافيا لمنع تكون الصفائح الكوليسترولية داخل الشرايين.
البروكلي والسبانخ. يحتوي كل من البروكلي أو القرنبيط الأخضر والسبانخ على محتوى عال من الألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الأساسية والفيتامينات، وللبروكلي الكثير من الاستخدامات العلاجية مثل الوقاية من السرطان وتحسين أداء الجهاز الهضمي والتخلص من السموم وحماية البشرة وتقوية النظر وعلاج الحساسية. أما السبانخ فتتميز باحتوائها على نسب كبيرة من الحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، مما يفسر دورها في تقوية النظر واستقرار ضغط الدم وتقوية العضلات أيضا. حسنا، الآن فقط نفهم لماذا اختارها باباي كمشروب سحري له. الأفوكادو. يعتبر الأفوكادو من الفواكه الغنية بالمغذيات، وهو يخفض معدلات الكوليسترول الضار وينقي الشرايين من الترسبات الدهنية، كما أنه غني ببعض الأنواع المفيدة من الدهون. ويحتوي الأفوكادو أيضا على قائمة طويلة من الفيتامينات، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد في إنقاص الوزن وخفض مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى تحفيز عمليات حيوية أخرى مهمة. الرمان. يعرف الرمان بأنه منشط جنسي فعال، وهو أيضا يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على خفض ضغط الدم وضبط الدورة الدموية وزيادة نسبة الهيموغلوبين. ويعتبر الرمان مصدرا هاما للمضادات البكتيرية، والتي تمنع تكون طبقة بكتيرية على الأسنان. القرفة. للقرفة مذاق مميز ومحبوب، ومع ذلك فهناك من لا يحبذ مذاق القرفة، وإذا علم هؤلاء بما للقرفة من فوائد فربما يصبحون من مدمنيها. فالقرفة تساهم بشكل فعال في الحماية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ولها دور أيضا في تحسين معدل الأيض، ولذلك فيمكن استخدامها لإنقاص الوزن. وتشتهر القرفة باحتوائها على نسبة كبيرة جدا من مضادات الأكسدة، وتتفوق بذلك على 26 نوعا من التوابل الأخرى، كما أنها تساعد على خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكر بشكل ملحوظ. البطيخ. يلجأ كثير من الناس إلى تناول البطيخ في أيام الحر الشديد لترطيب أجسامهم، وتلك هي إحدى فوائد البطيخ الهامة، إذ أنه يعمل على زيادة مستوى الإماهة في الجسم، أي زيادة نسبة الماء في الدم وداخل الخلايا، وهذا أمر ضروري وحيوي للأنشطة الخلوية. كذلك يساعد البطيخ على تحسين الحالة الصحية للأوعية الدموية عن طريق خفض معدلات الكوليسترول، كما يساعد أيضا على زيادة نضارة البشرة وحيوية الشعر. الثوم. يساعد الثوم على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما يخفف من انقباض الأوعية الدموية ويحسن من كفاءة الهضم، ويساعد الأمعاء على أداء وظائفها بشكل سليم، وذلك لاحتوائه على عنصر السيلينيوم وفيتامين سي. كذلك فللثوم أثر مضاد للبكتيريا، فهو يحمي العين من العدوى، ويمكن استخدامه أيضا لمقاومة البرد. وفي تلك الحالة فأنت تحتاج إلى تناول كمية كبيرة للحصول على النتيجة المرجوة، وتلك هي المشكلة الوحيدة. التفاح والكمثرى. تحتوي هاتان الفاكهتان على كميات كبيرة من الألياف المفيدة لعضلة القلب، وكذلك فهما تحتويان على العناصر الفعالة في تحسين أداء الدورة الدموية وتقوية الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. ولو تحدثنا عن التفاح وحده فسنجد أنه يساهم في الحفاظ على نظارة الأسنان وجمالها، وذلك عن طريق اللعاب الذي يفرزه الفم عند تناول التفاح، والذي يعمل على قتل البكتيريا وحماية الأسنان من التسوس. والآن وبعد أن تعرفنا على 15 نوعا من الأطعمة لحماية الأوعية الدموية والقلب، إليكم تلك الوصفة السحرية لمشروب حماية الأوعية الدموية، والمقادير كالتالي: نصف كوب من عصير الزنجبيل، ونصف كوب من فصوص الثوم، ونصف كوب من خل التفاح، وخمس ملاعق كبيرة من عسل النحل. بعد ذلك قم بمزج المقادير معا ما عدا عسل النحل، ثم قم بوضعها على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة، مع الحرص على تقليب الخليط باستمرار. بعد ذلك ارفع الخليط، وما أن يبرد تماما أضف إليه عسل النحل، وضعه في زجاجة نظيفة واحفظه في المبرد. وبتناولك ملعقة كبيرة يوميا من تلك الوصفة على معدة فارغة، سوف يحدث لك الآتي: أولا،
سوف ينخفض ضغط الدم ومعدل الكوليسترول، وذلك بفعل الثوم والعسل. ثانياً، سوف تنخفض فرص إصابتك بأمراض القلب المختلفة بفضل الزنجبيل. وثالثاً وأخيراً، سوف يزيد معدل حرق جسدك للدهون وتخلصه من السموم، ويرجع الفضل في ذلك إلى خل التفاح. شكراً على المشاهدة، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو، وننتظر آراءكم في التعليقات، ويسعدنا مشاركتكم لنا بنتائج تجربتكم لمشروبنا السحري أيضاً. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي لإفادة الجميع. وللمزيد من الفيديوهات العلمية والطبية اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.